شائعات وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر. حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا. لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسات للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تمثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدرا للعدوى. لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، والمنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليها. لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي الضرن والحصبة للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دوليا للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن. لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحية مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين. لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمة الطبية لهم على مدار اليوم. لا صحة لعدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، ويتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها. لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وجميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس. الشائعة: إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور، ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات. الحقيقة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد على إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع، ولا توجد بها أي أوبئة من أي نوع، ولا يصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد تأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض. هذا فضلاً على أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات. الشائعة: عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً، ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، وتشدد على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. الشائعة: إغلاق كافة محل الجزارة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. الحقيقة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن كافة محل الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقاً لمواعيد حظر التجوال المعلنة رسمياً، وتشدد على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محل الجزارة والمجازر ومنافذ بيع اللحوم لتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات القياسية. الشائعة: وجود أزمة في اسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. الحقيقة: وزارة البترول والثروة المعدنية تؤكد أن كافة مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن 1,000,000 اسطوانة يومياً لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية دون وجود أي عجز في المعروض. الشائعة: ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية نتيجة لوجود عجز في المعروض. الحقيقة: وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأكثر من عام. الشائعة: انقطاع الخدمة عن الإعدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال. الحقيقة: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توضح استمرار الإعدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضاً في الأوقات من الساعة 5 مساءً حتى 10 صباحاً من أي يوم، وهي بذلك تشمل ساعة الحظر، وذلك منعاً لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأوقات. الشائعة: انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر. الحقيقة: وزارة السياحة والآثار تؤكد أن كافة المساجد الأثرية سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جار حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.